كيفكم يا ثالث اليوم؟ اليوم رح نعمل مراجعة لمادة الامتحان الشهر الأول لمادة العلوم، الوحدة اسمها الماء، الوحدة الخامسة. بدنا هلأ نحكي على الأشياء المهمة اللي أنتم لازم إنكم تركزوا عليها. في عندنا طبعا اللي هي هون التهيئة، كانت التهيئة هي عبارة عن إيش يعني شامل للوحدة، شو رح ناخذ. تمام، هلا في عنا الدرس الاول كان هو المياه السطحيه والمياه الجوفيه. طبعا احنا بنعرف ان المياه السطحيه بتكون هي المياه اللي بتكون موجوده في على سطح الارض، من مصادرها بتكون هي البحار والمحيطات، من المصادر البحار والمحيطات والانهار والبحيرات. تمام يا مس. اما المياه الجوفيه هي من المياه اللي تتسرب خلال القشرة الأرضية. تمام، تخزن وين بتخزن؟ هي في الصخور تحت سطح الأرض، ومن مصادرها هي المياه الينابيع والآبار، من مصادرها الينابيع والآبار. هل احنا حكينا دائما هي المياه السطحية هي غير صالحة للشرب، أما المياه الجوفية هي من المياه الصالحة للشرب. تمام، فعندنا هلأ برضه هون عندنا حاطين الدرس الثاني من الماء العذب والماء المالح. في عندنا الماء العذب والماء المالح، بتكون العذب هي الماء اللي بتكون بتحتوي على كمية قليلة جدا من الأملاح، أما الماء المالح هو الماء الذي يحتوي على كمية كبيرة من الأملاح. هلأ الماء المالح بتكون هي زي البحار. تمام، أما الماء الينابيع فهو من الماء العذب، يعني يعتبر الماء العذب فهو الينابيع. هلأ حكينا إحنا الماء البحر هي إيش؟ من المياه السطحية، أما الينابيع هي من المياه الجوفية. فتكون عندنا المياه السطحية هي مالحة غير صالحة للشرب، أما المياه اللي بتكون الجوفية هي المياه الصالحة للشرب فهو عذبة. تمام، هلا فبحكي لك هون، حتى في عندنا هون سؤال بحكي لك ليش تعيش الأسماك في البحار؟ لأنها بتكون نسبة الأملاح فيها أقل من اللي هي، أو بحكي لك هون لماذا لا تعيش في البحر الميت؟ أن البحر الميت تكون نسبة الملوحة فيها عالية جدا. تمام، فما بتستطيع الأسماك تعيش في البحر الميت، أما في البحار الثانية بتكون بتعيش فيها لأنها بتكون أقل ملوحة. طيب هسا عندنا دورة الماء في الطبيعة. دورة الماء في الطبيعة يا مس حكينا احنا في عنا اخذناها هاي كاملة، احنا شرحناها كاملة انه هو في عنا اول شيء تتبخر، عنا تبخر الماء من المحيطات والبحار، تصعد الى الاعلى الى السماء، تتكون مع بعضها من اسمع الغيوم، تتجمع تسمى هاي التكاثف، لما تتجمع مع بعضهم تسمى التكاثف. بعدين بتساقط الماء من الغيوم على شكل ايش؟ مطر او ثلج او برد. تمام، اسمها تساقط او هطول الامطار، فبتعود الى الماء الى البحار والمحيطات وتتبخر من اول وجديد، من اول وجديد بتضل العمليه مالها مستمره. حكينا انها اول شيء بتكون الماء البحر بتبخرها مين؟ الشمس، فبتشكل غيم مع زميلاتها وتتكاثر مع بعض، تصير عندنا الغيمه كثيفه جدا، فبعدين تساقط عندنا الامطار وبتصير عندنا ايش هي تساقط، ثم بتعود الى مره اخرى الى ايش؟ الى البحر او الى المياه الجوفيه بتكون هي داخل سطح الارض. تمام يا مس. طيب وحكينا كمان عن الدرس الرابع كيف نجعل الماء صالحا للشرب. حكينا احنا نجعل الماء الغير صالح للشرب صالح للشرب كيف؟ عن طريق التبخير ثم التكثيف، واخذنا كيف احنا بنبخر الماء بنبخر الماء ثم نكثفه، اخذناها شرح كامل عنها. طيب هسا عنا في اسئله الوحده بحكي لك هون المياه من مصادرها، مصادر المياه في عنا مياه سطحية ومياه جوفية، عنا المياه اللي بتكون سطحية وعنا مياه جوفية. توجد المياه السطحية وين؟ في المحيطات. وين توجد المياه السطحية؟ في المحيطات. من خصائصها للمياه السطحية إنها هي مالحة، تمام، وغير صالحة للشرب. من مياه سطحية من خصائصها إنها مالحة وغير صالحة للشرب. أما المياه الجوفية تخزن في الصخور، تمام، من خصائصها إنها عذبة وصالحة للشرب. تمام، إن هي عذبة وصالحة للشرب، هاي من المياه الجوفية بتكون تحت سطح الأرض. تمام يا مس. طيب هسا عنا هون برضو السؤال الثاني بحكي لنا إنه في عن الماء الصالح للشرب والماء الغير صالح للشرب. حكينا إنه يا مس الماء الصالح للشرب، الماء لما أنتوا تشوفوا الماء الصالح للشرب تشربوها كيف بتشوفوها؟ إحنا حكينا بنشوفها لا إلها لون ولا إلها طعم
ولا لها رائحة، وخالي من الشوائب، يعني ما فيها أتربة أو أي شيء، شوائب غبرة أو ما غبرة، كلها هاي بتكون خالي من الشوائب. فبنحكي إن الماء صالح للشرب هي من خصائصها لا لون لها ولا طعم لها لا رائحة لها، وخالية من الشوائب. أما الماء الغير صالح للشرب بتكون طعمها مالح، رائحتها بتكون كريهة، لونها مختلف. هلا أنت لو رحت على البحر، لو قربت عند الماء البحر راح تشموا فيها رائحة كريهة للماء البحر. لو أنت دقتوا أو إنه أنت عم تصبح وكنتوا ودخل بتمكم الماء راح تحس طعم الماء مالها، راح تحس طعمها مالحة. لونها لو طلوها بكاسة راح تحسوها فيها شوائب ومش خالي من الشوائب، راح تكون فيها شوائب ولونها حتكون مختلف، يعني غير عن الماء اللي بتكون صالح للشرب. طيب في عنا هون السؤال بيحكي لنا الماء إما مالح وإما عذب، هلأ أيهما يصلح للشرب ولماذا؟ مين بيصلح للشرب، المالح ولا العذب؟ العذب. ليش؟ لأنه بتكون نسبة الأملاح فيها مالها قليلة جدا، بتكون نسبة الأملاح فيها قليلة جدا. طيب هسا عنا با، أين يوجد كل منهما؟ الماء المالح والموجد يوجد في البحار والمحيطات والأنهار وهذه. أما الماء العذب فهي توجد في الينابيع والآبار، توجد في الينابيع والآبار. مين بوجد أكثر في الطبيعة؟ حكينا يا مس، حكينا يوجد في أكثر في الطبيعة اللي هو الماء المالح زي البحار والمحيطات أكثر من الينابيع والآبار. تمام، فهم بحكي لك كمان في عنا سؤال رابع، تلزم البلديات كل من يبني بيتا أن يحفر بئرا. ليش؟ حتى يستفيد من مياه الأمطار، لأن مياه الأمطار هي إيش؟ صالحة للشرب، لأنها مياه الأمطار صالحة للشرب. طيب هون ما حكينا احنا نتحدث عن رحلة قطرة الماء وحكينا لكم عنكم عليكم عليها تكون واجب. احنا حكينا انه هون رح تسمى هذه اللي هي تبخر، اللي ما كان حالها يحلها معي، هون بتكون اللي هي تبخر، بتبخر مياه الامطار، مياه قصدي البحار، بخرها مين؟ هي اشعة الشمس. ثم تتكاثف عنا الغيوم مع بعضها البعض، لما تتكاثف الغيوم بتصير عنا الهطول او تساقط الامطار، ثم ترجع الى ايش؟ تتجمع المياه في المحيطات. تمام، وهيك تقريبا احنا بنكون خلصنا وحدتنا لامتحان الشهر الاول. بتمنى انكم انتم تدرسوا عليها منيح، سهله هي ما بدها اي شيء، اسمها حلوه وسهله وبسيطه يعني، لكن هل احكي عنها انا اهم شيء ان تركزوا عليهم وتحفظوهم وتفهموهم. بتمنى لكم التوفيق يا رب وعلامات الكامله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.